وللتعليق على تطورات المشهد في لبنان ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبي عبر الهاتف من بيروت. أهلا بك معنا سيد أمين. يا هلا، أهلا بك. يعني سيد الأمين، كما تعلم تعود قضية مرفأ بيروت إلى الواجهة مرة أخرى بعد صدور تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية عن الحادثة. السؤال هنا، ما هي الأهمية التي يشكلها صدور مثل هذا التقرير؟ يعني لا شك أنه كما تعلم أنه هذه نحو 5 أشهر يعني لازال هناك غموض حول حادثة تفجير المرفأ، والتي تتراوح يعني التكهنات حول أسباب التفجير بين الإهمال وبين التقصد يعني بتفجير ما حصل. وكان في رهان دائما على أنه أن تأتي معلومات أو أن توصل التحقيقات إلى شيء ما أو إلى خيط ما، لكن أيضا يعني هناك من طالب بتحقيق دولي باعتبار أن ربما الجهات الدولية أو لديها من التقنيات ما قد يتيح إمكانية معرفة سبب التفجير. هل هو تفجير حصل من الداخل، هو تفجير حجر نتيجة هجوم ما من الخارج، يعني نتيجة التقنيات الأقمار الاصطناعية وما إلى ذلك. وهذا أمر لا كان منتظرا أن يتحقق. على الأقل لبنان طلب من حيث الموقف الرسمي أن يكون هناك نوع من معلومات تأتي صور معينة، وتحديدا الرئيس حسن دياب هو من طالب بشكل رسمي من الجهات الأمريكية وحتى الفرنسيين الذين شاركوا بجزء من التحقيق، لكن لا يزال أيضا هناك غموض حول من الجهة، من هي الجهة، على الأقل بسرد رواية معينة سردية معينة تتيح القول أن هناك مسؤولية ما تجاه هذا الطرف. بكل الأحوال أنا أعتقد أنه أصبحت قضية المرفأ هي ترمز إلى القضية اللبنانية بمجملها، ولم تعد يعني قضية على يعني رغم أن هذه القضية جنائية وما إلى ذلك سواء كانت نتيجة إهمال أو نتيجة تقصد، إلا أنها ترمز بطبيعة الحال بما يحيط بها من يعني تساؤلات بما من شكوك الأزمة السياسية القائمة اليوم في لبنان. وبالتالي هذا يدلل إلى حد كبير إلى أنه العوامل الخارجية ما زالت هي التي تحدد التوقيت ومسارات الأمور سواء من الناحية السياسية أو من ناحية كشف ما يمكن كشفه على طيب. مستوى هذا التفجير. سيد الأمين، يعني من خلال هذا التساؤل الذي طرحه رئيس الوزراء حسان أدياب عن فروق الكميات من مادة نترات الأمونيوم بينما هو مدون وبينما انتهت إليه التحقيقات، يعني ألا يعد تلميحا باتهام جهة ما برأيك؟ بالتأكيد، يعني لأنه بنهاية الأمر هذا السؤال مطروح وليس هناك من إيجابي، والقوى المسيطرة والمؤثرة معروفة في لبنان يعني خاصة فيما يتصل بموضوع المرفأ. لا شك أن هناك مسؤولية للدولة بالمبدأ، لكن نحن نعلم أن لبنان المؤسسة الرسمية إذا صح التعبير أو الجهات القانونية والجهات المسؤولة مباشرة هي ليست صاحب القرار والأساس في هذا الموضوع. الغطاء السياسي والأمني هو الذي يتحكم بكثير من هذه الأمور. في كثير من الدول يعني اللي فيها تخلف وديكتاتورية، فما بالك في لبنان الذي أساسا الدولة فيه يعني عرضة لتشكيك بوجودها أصلا. بالتالي هذه الرسالة لحسان دياب يعني متلقي لا شك أنها تثير لدي نوع من أنه يوجه اتهاما ما لجهة ما، لأنه كما تعلم قيل أنه جزء من هذه نترات الأمونيوم من الروايات ليست مؤكدة لكن مرجحة أنه جزء منها كان يذهب باتجاه سوريا، يعني بمعنى في مرحلة عند وصولها بال 2013 و 2014 واستخدمت ربما في البراميل يعني هذه من الروايات التي تتم روايتها. نعم، وهذا يضع لا شك أن الأطراف التي تؤثر في هذا الموضوع هي الأطراف يعني ما يمكن أن نسميه فريق الممانعة الذي هو الذي يتحكم بمثل هذا الأمر. لا يمكن أن نتوقع أن جهات معارضة لحزب الله على سبيل المثال
أن تكون استفادت من هذه الأمونيوم أو ما إلى ذلك، لأنه وخاصة مع سيطرتها على هذه المرافق. سيد الأمين، يعني في ظل هذه الاتهامات الموجهة تحديدا لحزب الله بشكل أو بآخر، هل تعتقد أنه ينتظر منه الآن حلحلة لأزمة تشكيل الحكومة، أن يعني يبدي مواقف أكثر ليونة في تشكيل حكومة سعد الحريري المكلفة؟ أنا بتقديري المشكلة يعني في وجهين للمشكلة، في مشكلة عرقلة من قبل حزب الله انطلاقا من أنه ليس مستعجلا للوصول إلى هذه الحكومة، ربما رهانا على أن تطورا إقليميا أو دوليا بين واشنطن وإيران يمكن أن يستثمره ويستفيد منه أكثر. لكن أيضا يجب أن نشير إلى أنه أيضا حزب الله أنا بتقديري في جزء كبير من المعادلة أسقط في يده، لم يعد هو العنصر المؤثر. لابد من القول أن المسألة باتت ترتبط بقرارات دولية أكثر مما ترتبط بمسألة محلية، بمعنى أن حزب الله لا يمكن أن يساند ويذهب باتجاه قرار تشكيل حكومة يدرك أن هذه الحكومة جدول أعمالها سيؤدي إلى مواجهة سيؤدي لمواجهة معه، باعتبار أن تشكيل مثل هذه الحكومة سيقوم بإصلاحات، وهذه الإصلاحات ستصطدم بالتالي بنظام مصالح رسخه حزب الله، لذلك هو غير مستعجل. من هذا المعنى أقول إنه المسألة باتت يعني رهن القرار الدولي بأنه هل تسير عملية الحل أو لا. حتى الآن لا يبدو أن هذا القرار نضج، وكل طرف يحاول أن يستثمر عدم نضوج القرار الدولي باتجاه يعني الاستثمار في الترفع أو عدم تحمل المسؤولية والقول أننا لسنا قادرين ولسنا الطرف المقرر، لأنه الأعباء اللي مطلوبة للمعالجة الوضع المالي والاقتصادي الكل يجمع أنها تتطلب دعما خارجيا. طيب. هذا الدعم الخارجي له أثمان، هذه الأطراف ليست هي المطلوب منها أن تدفع هذه الأثمان، وليست في وارد أن يعني يعاد إلى صحة التعبير إنعاشها دوليا من أجل أن تتولى السلطة مجددا. لذلك نحن باختصار أمام يعني إطلاق عملية الحل بصفارة دولية وليست صفارة محلية. السيد الأمين، يعني كما تعلم هذا الصراع السياسي يأتي بالتزامن مع تظاهرات للطلبة اللبنانيين على خلفية أزمة الدولار وزيادة مصروفات الدراسة، ألا يشكل هذا تحديا يضاف لربما إلى تحديات الحكومة المكلفة؟ لا بالتأكيد، يعني لديك في لبنان عشرات ومئات الأزمات، وهذا مشهد من مشاهد ربما شهدناها وسنشهد المزيد منها في المرحلة المقبلة نتيجة الانهيار الذي يعيشه لبنان على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وربما نصل إلى المستوى الأمني اللي هو الأخطر في هذا السياق. في احتراق كامل وفي في انهيار، وهذا بطبيعة الحال من النتائج أو من التداعيات المتوقعة وليست المفاجئة. الحكومة المكلفة أو المستقيلة أو الرئيس المكلف سعد الحريري يتعاملون من حيث بالجوهر السياسي الهروب من المواجهة. يعني واضح أنه في هذه العقلية التي تتحكم سواء بالحكومة المستقيلة أو بالرئيس المكلف وكل الحركة التي تحيط بهما تشير إلى أنه في نزعة بالهروب من المسؤولية والمواجهة، لأنه الكل يعلم أنه على الأقل لا يريد أن يتحمل التبعات ويحاول أن يرمي كرة النار. شكرا جزيلا لك علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت ضيفا عبر الهاتف من بيروت.